مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم. في البداية اعتبارا من يوم الأحد، في هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، وبالتالي الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 36 إلى 23، أجواء حارة نسبيا. المناطق الغربية أجواء حارة، وتظهر السحب على ارتفاعات مختلفة خاصة السحب الركامية. هناك فرصة لبعض الأمطار المتفرقة أحيانا 37-29. أما المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا بغيوم ركامية والركام المزني، وبالتالي تسقط زخات رعدية من المطر في فترة الظهر وما بعد الظهر، العظمى 25 والصغرى 18. في المنطقة الوسطى والرياض أجواء حارة 41-30. المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 39-26، والمنطقة الشرقية 40-28 درجة مئوية. أيضا ترتفع نسبة الرطوبة في المنطقة الشرقية، وبالتالي هناك احتمال لتشكل الضباب ليلة الأحد على الاثنين لفترة محدودة، وهذا يؤدي تدني مدى الرؤية الأفقية. يوم الاثنين انخفاض واضح على درجات الحرارة في المناطق الشمالية وخاصة الشمالية الغربية، أجواء تقريبا ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا 34-23. المناطق الغربية أجواء حارة، وبتظهر السحب على ارتفاعات مختلفة. هناك فرصة لسقوط بعض الأمطار المتفرقة 38-28 الصغرى. والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا، وتسقط زخات رعدية من المطر 26-17. الرياض والمنطقة الوسطى وأجواء حارة 41-30 مع ظهور بعض السحب. وأيضا المنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة 40-26، والمنطقة الشرقية أجواء 37-29 مع أجواء حارة. يوم الثلاثاء أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية، وبتنشط الرياح الشمالية الغربية، بتكون مثيرة الغبار والأتربة في المناطق الشمالية من المملكة، وبالتالي الأجواء في المناطق الشمالية الغربية ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا 33-22. المناطق الغربية أجواء حارة ما بين 37-38 العظمى، والصغرى بحدود 28 مع ظهور السحب المنخفضة أحيانا. أما المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 25-18. منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 40-28 مع ظهور السحب المنخفضة. وأيضا المناطق الشمالية الشرقية تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة مع أجواء حارة 40-25، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 38-29 درجة مئوية. تستمر الأجواء تقريبا المعتدلة إلى حارة نسبيا في المناطق الشمالية من المملكة وخاصة الشمالية الغربية 33 العظمى والصغرى 21. أما المنطقة الغربية أجواء غائمة جزئيا إلى حارة 37-23. المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر خاصة في فترات محدودة الظهر وما بعد الظهر 25-17. منطقة الوسطى والرياض أجواء حارة 40-29. والمنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة 38-23. المنطقة الشرقية أجواء حارة 39-30 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الخميس، أيضا استمرار الأجواء المعتدلة في المناطق الشمالية، وبتنشط الرياح الشمالية الغربية في هذه الأماكن، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وبتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها. المناطق الشمالية الغربية 32-21. المناطق الغربية أجواء حارة 38-28. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 26-17. ومنطقة الرياض والوسطى أجواء حارة 41 إلى
30، المناطق الشمالية الشرقية 36 إلى 22 أجواء حارة نسبيا إلى حارة، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 40 إلى 31 درجة مئوية. يوم الجمعة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الشمالية الغربية 34-23، والمنطقة الغربية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36-29، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 27-17، المنطقة الوسطى والرياض أجواء حارة 40-27، المنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة نسبيا 34-22، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 39 إلى 30 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع أوقات سعيدة، وشكرا للمتابعة، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.